عبرت رحمة رياض عن حبها، لأنه الحب هو أجمل شيء في هذه الحياة بالنسبة لها، واللي خلاها تحب الحب هو زوجها ألكسندر علوم، واللي أحبته رحمة لأسباب كثيرة، لكن أهمها أنه مؤمن فيها وبموهبتها ويحترم طموحها ونجاحها. مثل أي شخص فينا عاشت رحمة أيام حلوة ونجاحات، قابلتها أيضاً تحديات وألم. الموت خطف والدها اللي كان أقرب الناس لها، لكن هذا الألم علمها الحكمة والصبر وخلاها تحب لحظاتها الحلوة أكثر. رحمة رياض صاحبة رأي وصوت، تؤمن أنه لازم يعلو دفاعاً عن الحق. نلاقيها ما تتردد للحظة في الحديث عن قضايا محقة تتعلق بالمرأة والطفل وكل مظلوم يوصل لها صوته. واليوم رحمة على طاولة النواعم تقول لكل امرأة، يمكن ما أعرفك لكني أقول لك خلي دايماً في أمل وضوء بعيونك، ومهما كانت ظروفك صعبة لا تستسلمي، وواجهي كل مخاوفك، كوني قوية. نشكر دانا بلان على هذا التقرير اللي أبي أخذ رأيك فيه. رائع رائع، حلو أنه الإنسان بهاي هذا التقرير البسيط تختصروا له، نختزل مشوار متعب. أعرف ليش أبكي يا قلبي. أنا مبسوطة أن أنت كان بيبقى عندك صعوبة أن أنت تبكي، يعني أنا حاسة أن دي يعني حاجة مهمة قوي، وحلو أنه قدرنا نوصل هالمشاعر، يعني من جد لامستها هذا المشاعر. أنا مستغربة أصلاً ليش قاعدة في التقرير إحنا تكلمنا عن امرأة مرهفة إحساس، وما أتوقع أنه بس في التقرير مشاهدين أنتوا قاعدين تشوفون صدق مرهفة الإحساس، وبنفس الوقت المرأة القوية اللي ما تنكسر مهما مرت في صعوبات. صحيح. كيف يعني كيف إحنا ممكن كيف ممكن لهالنقطتين انهم يجتمعون اللي هي صارت رحمه اليوم؟ ايوه لا هي شوفي انا اللي بتشاني هو انه انا ايش قد اشتغل على نفسي واعمل عمل ناجح واخذ جائزه واغني اماكن ما كنت احلم فيها، دائما عندي مثل مثل يقولون شلون اتناسى او انه هذا الشيء اوكي طبيعي، بس لما حطيتيه قدامي لا اني سويت اشياء حلوه، سويت اشياء ناجحه، اني تعبت، اني اجتهدت، اني طموحي كانت كلش عاليه. انا اعتذر قاعد احكي عن نفسي، هاي يمكن حق لا احنا اليوم اصلا جايبين عشان تتكلم يعني نفسي. ف مبسوطه انه انا هلقيت طموحه، واتمنى انه اتمنى هذا الشيء الاقيه قدام اي احد اتعرف عليه.